أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. جاء في القدس العربي يقول الكاتب يحيى الكبيسي: كشف الصراع على المناصب لا سيما تلك التي توفر الاستثمارات الكبرى في المال العام عن سرقة منظمة لمبلغ قدره 2,500,000,000 دولار أمريكي من أموال الأمانات الضريبية المودعة لدى مصرف الرافدين لحساب هيئة الضرائب العامة خلال أقل من سنة واحدة فقط. قد كشفت هذه الفضيحة وهي واحدة من فضائح مالية كثيرة حين قرر مجلس النواب العراقي إنهاء تكليف وزير المالية وكالة، ليتبين لاحقا أن الإقالة علاقة مباشرة بكتاب أرسلته وزارة المالية قبل يوم واحد فقط إلى مجلس النواب اللجنة المالية، مفاده أن المبلغ استحوذت عليه 5 شركات دون أن تذهب إلى أصحاب حق استرداد الأمانات الضريبية الحقيقيين. رئيس الوزراء لم يقل لنا لماذا تأخر في إصدار أمره، يقول الكاتب، في إصدار أمره لهيئة النزاهة بالتحقيق إلى ما بعد اكتشاف هذه الفضيحة. الفساد في العراق ليس فساد أفراد، بل هو فساد بنيوي، وجميع سلطات الدولة ومؤسساتها شركاء متضامنون في هذا الفساد، من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء إلى الهيئة العامة للضرائب إلى هيئة النزاهة إلى ديوان الرقابة المالية إلى البنك المركزي العراقي إلى مسجل الشركات إلى القضاء نفسه. وأن مؤسسات الدولة قد تحولت إلى إقطاعيات للفاعلين السياسيين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يتصرفون فيها كما يشاءون لأنهم محصنون بحصانة من ورائهم، وهو ما سمح بالاستيلاء على 2,500,000,000 دولار دون أن تحاول أي جهة منع هذه السرقة أو إيقافها. والأهم من ذلك أن مخططي ومنفذي هذه السرقة الكبرى لا يزالون طلقاء وفي مناصبهم الحساسة وقادرين على التغطية على الجريمة كما حدث قبل هذا. يؤكد الكاتب حسيني علي الأطرقشي: لا يقل ملف أمن المياه أو الأمن المائي أهمية عن باقي الملفات ضمن تأمين الأمن القومي العالمي وبالأخص العراقي، كونه يعد بمثابة الشريان الأبهر الذي يقوم عليه الأمن القومي العالمي، وهو الاقتصاد بشقيه الزراعي والصناعي إذا ما أضفنا التجاري إليه. وفي بلد كالعراق تكاد تنعدم فيه الصناعة ويتحول البلد إلى سوق مفتوحة تستورد أكثر من 90% من احتياجات البلد، فإن الزراعة تتصدر مشهد الأمن القومي المحلي، خاصة وأن الأمن وصناعة السلام لا يمكن أن يتحقق في البلدان الفقيرة اقتصاديا، خاصة في قطاع الزراعة، ولطالما ارتبط مصطلح الزراعة واستصلاح الأراضي بالهوية الأمنية للبلدان وعملية حصر القبلية وما يحاذيها من البداوة ضمن قنوات التطرف العنيف بعيدا عن المدن ومراكزها الحضرية. حيث يضيف الكاتب: فقد العراق حوالي نصف حصته المائية خلال 19 عاما الماضية. العراق أمام خطر الجفاف الكبير في العام 2025، هذه السيناريوهات كلها المتوقعة التي أحصاها الكاتب تجاه أمن المياه في قابل السنين القادمة المقبلة. في كتاب سوسيولوجيا المجتمع العراقي بعد العام 2003 يشير الكاتب إلى أن إضعاف منظومتي الأمن والقضاء في البلد من قبل القوى المحلية والقوى الإقليمية أدى بالنتيجة إلى ولادة قناعات لدى الجماهير بأن حمل السلاح والاتجاه إلى الأعراف القبلية وتكوين الجماعات الخاصة الدفاعية بديلاً عن اللجوء للقضاء العراقي الذي بات مكبلاً إلى حد ما بسبب التدخل السياسي وضعف الأجهزة الأمنية التي يعتقد المواطن أنها في صورة من صور العجز عن حمايته. أضف إلى ذلك البلطجة التي مارستها القوى المتنفذة بعيداً عن روح الدولة والتشريعات الدستورية والقانونية، وبمرور السنين صار الاحتكام إلى الأعراف القبلية حالة شائعة حتى لدى السلوك السياسي لبعض السياسيين العراقيين، الأمر الذي نقل هذه التجربة من الحالات الخاصة إلى حالة شبه الإعمام تقريبا في بعض محافظات العراق وخاصة الجنوبية منها،
التي شهدت عفرتة كبيرة لبعض العشائر حالت دون سيطرة الدولة على نزع فتيل تطرفها العنيف. نبقى مع العراق والتغير المناخي فيه، ومقال للكاتب حسن الجنابي: في ظل وضع سياسي متأزم وطبيعة حكم توافقية غير صالحة إطلاقاً لحكم العراق، ويصعب معها تنفيذ برامج وطنية رصينة تناسب الأوضاع القائمة بما فيها التغيرات المناخية من جهة، وتسهر على احترام الالتزامات الخارجية للعراق وتستجيب لشروط عضوية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ والبيئة من جهة أخرى. يترك المجال واسعاً إلى مبادرات ذات طابع إعلامي مثل مبادرة إنعاش بلاد الرافدين وغيرها للتغطية على العجز القائم في مواجهة الأوضاع المتغيرة. فما سمي بمبادرة إنعاش بلاد الرافدين التي سوقها الرئيس السابق برهم صالح باعتبارها أولوية وطنية استجابة للتغير المناخي، وقد أطلقها من مكتبه في القصر الرئاسي بعد استقبال عدد من المعنيين، لم تكن سوى إعلان صحفي غير قابل للتنفيذ، وليس فيه التزام حكومي إطلاقا ولا برنامج زمني كذلك أو تمويل للمشاريع أو أي شيء آخر سوى العنوان الكبير الواضح الذي يوحي بإنعاش بلاد الرافدين. من علائم المنح الدعائي للمبادرة الرئاسية الطامحة إلى إنعاش بلاد الرافدين مائياً وبيئياً هو عدم اكتراث بل صمت الرئيس برهم صالح والحكومة أيضاً عن تجفيف ما تم إنعاشه سابقاً من أغوار الرافدين في حملة تجفيف ناعمة تضمنت قطع المغذيات المائية دون ضجيج. والتجفيف هذه المرة هو سابقة لم تحصل بهذه الشمولية والقسوة. لقد غادر الرئيس برهم صالح كرسيه والأغوار العراقية والبيئة في أسوأ حال عبر تاريخها الطويل، وسيتبعه من كان مؤتمنا بحكم وظيفته على الحفاظ على الأغوار، لكنه أفسد الأمانة وقضى على ما تبقى من أغوار العراق. والأهم هو أن تغادر كذلك عقلية تسويق المبادرات الوهمية فيما يتعلق بالمناخ والمياه والبيئة والأغوار، وكذلك ثقافة التجفيف المتأصلة لدى بعض الأشخاص. قد يفسر غير المختصين أو غير المطلعين جفاف الأغوار بوجود شحة مائية، وهذه الشحة لم ينكرها أحد سوى وزير الموارد المائية الحالي شخصياً، إذ صرح في مناسبات عديدة خلال هذا العام والعام الذي سبقه بأن هبوط المناسيب في الأنهار ليس شحة في المياه بل نتيجة إجراءات تشغيلية. نبقى مع العراق، حيث نشرت صحيفة تلغراف مقالا للمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون تناول خلاله أزمة الاحتجاجات في إيران وإذا ما كان النظام هناك على وشك السقوط، ونصح بولتون الغرب بضرورة دعم الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الخامس دون أي بوادر للتراجع، مشيرا إلى أن الإيرانيين أنفسهم يقاومون قمع السلطات هناك منذ عدة سنوات، واعتبر أن نظام القائم في إيران الدكتاتورية العسكرية الدينية في إيران يتعرض لضغوط داخلية هي الأقوى، ورأى أنه من الضروري الآن تقييم كيفية الإطاحة بنظام الملالي وما هو نوع الحكومة التي ستحل محله، معتبراً أن القضية الرئيسة هي ما إذا كانت الاحتجاجات واسعة نطاق اليوم لا تمثل فقط مجرد معارضة إيرانية جديدة، بل هي قوة حقيقية مضادة للثورة الإيرانية. وبحسب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإن النظام في إيران عاجز تماماً عن وقف الاحتجاجات بسبب شجاعة المتظاهرين وعدم خوفهم، سواء في العراق أو في إيران. الاحتجاجات ليست مجرد تمرد طبقات متوسطة الحضرية المتعلمة، بل إنها إيران الحقيقية في الريف حيث يندر تواجد الصحفيين الغربيين. هؤلاء المواطنون العاديون صرخوا الموت لخامنئي بدلاً من شعار الملالي الموت لأمريكا أو إسرائيل. وحول دور العالم تجاه الاحتجاجات، يرى بولتون أن العالم الخارجي
يجب أيضاً أن يساعد بدءاً من تقديم موارد ملموسة لا سيما في مجال الاتصالات. هناك الكثير من الإشارات الداعمة من العواصم الغربية، لكن تأثيرها قليل ولا تقدم الكثير. على سبيل المثال، على الرغم من الخطاب الداعم، لا يزال البيت الأبيض مغووساً بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الخاطئ لعام 2015. ولا تولي الحكومات البريطانية أو الفرنسية أو الألمانية الشركاء الغربيون الآخرون في الاتفاق النووي الكثير من الاهتمام لما يجري في إيران من تغييرات. كتبت المحللة الألمانية كونستانزي ستيليزين مولر في صحيفة فاينانشال تايمز مقالاً يتحدث عن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستقبلية في أوكرانيا بعد التطورات الأخيرة، موضحة أن موسكو تفضل تخريب البنية التحتية الهامة بدلاً من استخدام الأسلحة النووية. ورأت الخبيرة الألمانية في العلاقات الدولية أن استهداف روسيا لأنابيب الغاز وشبكات القطارات وأجهزة الكمبيوتر في المطارات يمثل الخطر الحقيقي لاتساع نطاق الحرب في أوكرانيا، وأشارت إلى أن العواصم الغربية تشعر بالقلق هي الأخرى من التهديدات النووية المتكررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن احتمالية قيام معركة نهاية العالم هرمجيدون. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فهو الآخر شرح في حديث تلفزيوني كيف سترد باريس على هجوم نووي روسي يستهدف أوكرانيا أو المنطقة. حذر رئيس وكالة المخابرات الوطنية الألمانية في البرلمان من أن موسكو قد تستخدم أسلحة نووية غير استراتيجية، واعتبرت الخبيرة الألمانية أن بوتين يميل إلى المبالغة عندما يكون في موقف دفاعي، وهذا وضعه الآن سواء في ساحة المعركة في أوكرانيا أو في مواجهة انتقالات مضطربة في الداخل. لذلك لا يمكن أن يكون هناك شك في أن القادة الغربيين المسؤولين يجب أن يخططوا لهذا الاحتمال المروع. ولفتت إلى أن بوتين هو شرطي سري تدرب على التقليد اللينيني بإخضاع الآخرين من خلال الإرهاب السياسي، معتبرة أن قسوة وحقد جرائم الحرب التي ارتكبها في أوكرانيا القتل والاغتصاب واختطاف الأطفال والقصف العشوائي للمدن ومحطات الطاقة تهدف إلى شل الإرادة السياسية ومرونة الأوكرانيين وأنصارهم الغربيين، لكن العكس هو ما تحقق. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان، هو الماء الذي نشرب. وينكم التصوير؟ متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
يقع سوق الموردة للأسماك على ضفاف نهر النيل في مدينة أم درمان التاريخية، ويعتبر من أقدم أسواق البلاد، إذ يعود تاريخه إلى ما قبل الاستعمار البريطاني. ووفق مراسل الأناضول، يضم السوق أنواع سمك متعددة، والأكثر شهرة منها العجل والبياض والتبروس والقرقور والبلطي. كما يضم السوق أنواع سمك موسمية مثل الشلباية والقرص والورى والبردة، التنبيرة والزمر والصفصافي والكوي القرموط والدفوس البنية والبلة والكدن وخشم البنات. ويكتظ السوق بالعمال المتخصصين في تنظيف الأسماك وبيعها، وتتم العملية بصورة دقيقة تماماً تكشف خبرة القائمين عليها. أما في سيواس، تستقطب منازل الهوبيت في ولاية سيواس وسط تركيا السياح على مدى العام لما توفره لزوارها من أجواء هادئة بين أحضان الطبيعة ومنازل الهوبيت. وتوجد في منطقة باشا باخشا على بعد 6 كيلومترات عن وسط مدينة سيواس التركية. تحتوي المنطقة على 23 منزلاً تعرف بمنازل الهوبيت، وهي منازل مدفونة في الأرض وذات طابع معماري مثير للاهتمام والدهشة، ومستوحاة من الفيلم الأمريكي الشهير سيد الخواتم. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم بعناية من مواقع الصحف. أوروبا تضيق على المسلمات، قرار يحظر ارتداء الحجاب في العمل، وآخر يغرم كل امرأة ترتدي النقاب في الأماكن العامة. ماذا يحدث؟ ولماذا هذا الاستهداف للمسلمات المحجبات؟ تمييز ضد المسلمة. الحكاية بدأت عندما تقدمت امرأة مسلمة بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة 6 أسابيع في شركة بلجيكية، لكن طلبها قوبل بالرفض لسبب بسيط، أنها فتاة ترتدي الحجاب. الشركة بررت طبعاً قرارها باتباعها لقاعدة الحيادية في العمل التي لا تسمح بوضع غطاء للرأس، سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحاً. تطور القضية ووصولها إلى المحاكم دفعت محكمة العدل الأوروبية إلى البت نهائياً في القضية وإقرارها رسمياً حظر ارتداء النساء الحجاب في العمل، ودعوتها كافة دول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقه، مبررة ذلك بحظرها لارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية في الشغل. أوروبا لم تكتفي بهذا القدر من الإجراءات، ففي سويسرا مثلاً تصل غرامة ارتداء النقاب وتغطية الوجه كاملاً في الأماكن العامة إلى $1000، وفق مشروع قانون تقدمت به الحكومة إلى البرلمان في أكتوبر تشرين الأول 2022. تنامي الإسلاموفوبيا. ثقافة الحظر التي تشهدها أوروبا ليست بجديدة على بلدانها، خاصة المتعلقة بالمسلمات وبشأنهن الديني واختياراتهن. فقد سبق وأن أقرت فرنسا عام 2004 منع ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية وحظرها لارتداء البوركيني في المسابح العامة في مدينة غرنوبل عام 2022. هذا اللباس الذي يغطي الجسم بالكامل والذي تلجأ إليه المسلمات المحجبات للسباحة به، الأمر الذي دفع معارضي هذه الإجراءات إلى وصفها بالعنصرية والتمييزية ضدهن، خاصة المتعلقة بحقهن في العمل والتمتع بحياة كريمة باعتبارها تعطي غطاء قانونيا للتفرقة على المسلمات أو على فرصهن للتوظيف في سوق العمل، كونه لا يمنحهن تكافؤا مع باقي الموظفات والموظفين، ما يؤكد وفق الكثيرين تنامي الكراهية ضد المسلمين في وقت تشهد فيه هذه القارة العجوز صعودا خطيرا للتيارات اليمينية على غرار إيطاليا
والسويد وفرنسا وغيرها. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.